فقرة الطبق، الطبق مع كل حد قاد، مع الخواتات الحبابات صحابات ومع المهمات، هاي مهماتنا اللي علمونا الطيابة على أصوله وعلمونا كذلك الحداقة، علمونا كيفاش أننا ندبر أمورنا في المطبخ ديالنا. معنا حليمة من الريش، واحدة من المستمعات الوفيات، نسمع صوتها ونقولوا صباح الخير مبروك العواشر لالا، صحة وبالعافية. عواشركم مبروكة. هذه دو عليك اش كتعاودي؟ رمضان كريم، الله يدخل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالراحة والسلام. ربي يخليك لالا. اش كتعاودي؟ اش خبر الناس تريش؟ كيسلموا عليكم. شي جداد شي نغير رشيدية؟ مولاي علي الشريف، تحية لهاد الناس. لا مولاي علي الشريف، تحية 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 خالصة ومن قلبي لهاد الناس الكرامة، لهاد الناس اللي عندهم غير جود، ما عندهم شي حاجة أخرى من غير جود، لهاد الناس الطيبين، تحية لهم لالا حليمة من خلالي. شكرا لك، شكرا لك أختي، الله يدير بحسابك. حليمة، نعم حليمة، أشو موجدة لينا؟ موجدة لكم واحد طاجين بيبي في الفران. طاجين بيبي في الفران، هذا ممكن هذا نحطوه في الفطور ولا نحطوه في العشاء ولا؟ انا صبغت الكيس السحور. مشيتي ليا للسحور؟ واخا لالا. اذا غناخذ المقادير. واخا، واحد حبه ديال البصله، حبه بصله، اييه، مشلضه، جوج مطيشات مشلضين، جوج مطيشات مشلضين، اييه، ربع الكزبر معدنوس مقطع، القزبر معدنوس مقطع، واحد فص ديال الثوم صغير، واحد فص ثوم، مدقوق مع شويه الملح، مدقوق مع شويه الملح، اييه، ابزار، ابزار، كمون، كمون، تحميره، تحميره، خرقوم، الخرقوم، وكنفضل كاع هادشي كله يطحن الواحد على يديه. ايوا هادي ما كاين محسن منها حليمة، على يديه، ما يشري شي مطحون ولا، ما كاين محسن من هاد الطريقة هادي، وتوضع في الكونجيلاتور الواحد على يديه. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك يا حبيبة. التحميرة غادي يشري الفلفلة الحمراء، يغسلها ويخليها حتى تنشف، يجيب واحد الخيط فيه ليبرة، داك الراس اللي فيه داك الشيء، داك العود الأخضر النونايا، اييه، يشقوا تماياك ويعلقهم في الضل، ايه، ويخليهم تينشفوا على خطرهم، تينشفوا ويطحنهم بزريعتهم بكل شيء ويغرب لهم، وهو دا عنده تحميرة. تبارك الله عليك حليمة، انت ما خليتينا كاع نمشيو نتقداو دابا عند مول التوابل. يا اختي تجربة. نعم هو كل مرة خصها تكون حدقة. تبارك الله عليك حليمة، حتى حاجة ما تضيع. تبارك الله عليك حليمة، الله يبارك فيك اختي. إذا هادو هما المقادير ولا نزيدو شي حاجة أخرى؟ خيزو، لافار، وحدة ولا جوج؟ زيد واحد أربعة الحبات هكا، ثلاثة، ما يكونش كبير صغير. صغار، إيه، واحد كيلو ديال البيبي ولا نص كيلو حسب القدرة الشرائية ديال الوعين، أو نص كيلو، إيه، أو نص كيلو، كيقطعهم طوال. كيلو ديال البيبي، طيب مخلط من الفخذ من الصدر؟ لا يكونش، يكون من الفخذ حسن ما يكونش الصدر. واخا، إيه، زيت البلدية، الزيت البلدية، زيتون أخضر، الزيتون أخضر بالعظم؟ لا بالعظم، ولا كان كاع من الحسن داك المفرشخ، بالعظم أو مفرشخ، إيه، زيد عصير نص حامضة، عصير نص حامضة، واحد حامضة، واحد حامضة، إيه حبيبي، كنغسلو داك بيبي مزيان، ياكي، قبل تعاودي المقادير؟ نعاودوا المقادير، عرفتي بعدا راكي عارفه بعدا القانون، القانون ديال الطبق. طيب هذا طاجين ديال بيبي في الفران عند حليمه من الريش، كتقول لينا بان في المقادير غناخذوا حبه ديال حبه بصله مشلضه، جوج مطيشات مشلضين، القزبر معدنوس مقطع، واحد فص ثوم مدقوق مع شويه ديال الملحه، الابزار، الكمون، التحميره، الخرقوم، أربعة ديال حبات خيزو صغار، واحد كيلو أو نص كيلو ديال بيبي، ومن الأحسن يكون من الفخد، الزيت البلدية، الزيتون خضر بالعظم أو مفرشخ، عصير نص حامضة وحامضة، نغسلو بيبي. كنشدو ديك التوابل كاملة مع القزبر والثومة، كندو منهم شرمولة، كنحطو فيهم داك بيبي اللي غسلناه وتكتر من الماء، كناخذو الطاجين كلها على حسب ديال الطين ولا ديال المعدن ولا المهم اللي عنده هذا،
الماكلين كياخذ داك خيزو اذا كان طريب لا ما تحيدي ليه لا داك الداخل ديالو ولا الزبد ولا القشره حتى القشره حتى القشره راه صحيه كديريه دواور تصفيه هو الاول في الطاجين كيتستف اياه هو الاول اياه وديري فوقو البصله مشلضه فوقو البصله مشلضه بعدا حيت ديري خيزو رشيه شويه بالشرموله ياك لالا خيزو دواور يتستف ياك ويترش ودير فيه قوه شويه الشرموله ايه عاوتاني البصله هكا ياك حتى هي الشرموله فوق ونديرو فوقها الشرموله ايه مطيشه حتى هي فوقها الشرموله كناخذو دوك بيبي اللي درناه طرف طوال كنغطسوه في ديك الشرموله ونلويوهم لويوهم على شكل حلزوني ونحطوهم متباعدين في الطاجين ما نحطوهمش في الوسط ولا متباعدين ولا اذا كان الواحد عارف الناس شحال عنده يدير ذاك اللحم اللي ذاك ديال بيبي يديرو على حسب كل شخص ويحطوهم هكا متفرقين ويجيب هذا الزيت شنو يديرو فوقهم ويرش عاوتاني الشرموله ويرش انا شوفي هنا هاد الشرموله هذه هي اللي عجبتني عندك انا كنكتبها الشرموله الشرموله وديروا داك العصير ديال الحامض اللي كان حتى هو يشرب من الفوق شويه الماء شويه الماء كل شيء تبارك الله غادي تلاقي الماء داكشي اللي كاين عندنا مطيشه وعندنا البصله كاين خيزو ونديروا داك الحامض الدوائر ما نحيدوا ديك الحبات ديال دوك العظيمات اللي كيكونوا فيه وندخلوه للفران الاول على نار مهيله وحيت يقرب يطيب نزيدوا ليه ديك الزيت البلديه وقدمي الصحه والراحه غيجي رائع زوين غير هو في هذيك الشرموله اللي درتي كديري الزويته ضروري كتخلطيها ما كديريش ما درتش ما كنستعملش كاع الزيت زعما العاديه ولا اذا كتخلي الطاجين يطيب بلا زيت كيطيب وكيشرب داكشي كله كيشرب ديك الشرموله ديك الشرموله وبلا زيت ياك حليمه ايه بلا زيت حتى لتالي حتزيدي زيت البلديه هذه كذلك طريقه وتقنيه وفي الفران واش نشعلوا الفوق لتحت جوج شنو كيفاش نتعامل مع الطاجين في الفران صافي طيب عادي اللي عنده الفوق يشعل ليه الفوق الفوق حيت يطيب من تحت الفوق الفوق يجي شويه الا شعلتي الفوق لتحت غادي تقدم لك الفوق في دغيا